كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. بالنسبه للناس اللي جدادين عندنا هنا في القناه واول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه. نتمنى المحتوى ديال هذه القناه يعجبكم. بالنسبه للزيكزامان، بالنسبه لا بريباراسيون، كنبغي نقول لكم ما تضغطوش ريوسكم وان شاء الله يكون خير في لي نوت ديالكم، وكلشي ان شاء الله يفاليدي هذا الاس باذن الله. الو، قبل ما نبدا لا فيديو، عرفكم بلي ملي كتقراو لا فيديو كتنساو ديروا ابوني لاشين باش هكا تعطوني الكوراج باش نزيد ونحط فيديو وحدين اخرين. حيت بلي زابوني وبلي لايك وبلي كومونتير هما اللي كيعطونا لو ميساج بلي راه المحتوى زوين وبلي خاصنا نزيدو وما نرجعوش للور. دونك ما تنساوش ديروا سابوني وتضغطوا على الجرس اللي حداها باش هكا اي فيديو حطيت يوصلكم بلا ما تحتاجوا تقلبوا على لاشين اوتخو فوا. دونك ما تنساوش اللايك للفيديو وبيان سور الكومونتير، تخليوا لي الراي ديالكم، لا كاليتي ديال الفيديو، المواضيع اللي بغيتوني تقترحوا عليا انا نخدمها في لي فيديو بروشين ان شاء الله. الوغ بالنسبه لا فيديو دوجوردي، اقترحت انني غنخدم لو موديل لي زيستوار دي زيدي تحت الاقتراح ديالكم. الوغ لي زيستوار دي زيدي غادي نقراو واحد لو تيتغ سميتو لو مويناج. لو بلون غادي يكون ان شاء الله كوم سا كيف ما كتشوفوا. الوغ لو بلون غادي يكون بور لا بروميير بارتي لو كونسيبت دو مو مويناج، دونك الفهم ديال المويناج. دوزيام بارتي ليستوريسيتي دو مويناج، دونك التاريخ ديال هاد لو مويناج، التاريخ امتى بدات امتى سالات، المهم غنعرفوا داكشي ابري. لوغو مويناج، لو مويناج كلاسيك ولا كنسميوه سونترال، او لو مويناج تارديف. هاد لي تخوا بارتي كيخصو لو مويناج منين انقسمات الى تخوا بارتي، دونك هادو هما لي بارتي ديالها. فور هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نطرق لي دو بارتي الاولين، هما لو كونسيبت و ليستوريسيتي، وغنجمعهم توت انصومبل. وغادي نعطي نحاول الماكسيموم نعطي لي انفورماسيون لي غتقدر تفيدكم واللي ضروريه. الوغ نبداو. الوغ دون سيت فيديو جو في كومونسي بار لو كونسيبت و ليستوريسيتي دو مويان اج. Je vais préciser les informations principales. Alors, pour l'étymologie, il y a le mot beda asl dialo, traduction du latin médium avum. Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe. Alors, le Moyen Âge هي واحد المرحلة ديال التاريخ ديال الأوروب. est une période de déclin des mobilisations. Le mot Moyen Âge a inventé par le poète italien Pétrarque. يعني شكون ابتكر هذا المو par le poète italien Pétrarque. Elle est située entre deux grandes périodes, l'Antiquité ou la Renaissance. الوغ ابخي غنشوفو بلا هاد لو مويان اج جات ما بين جوج ديال الاحداث الكبيره المهمه اللي هي لونتيكيتي و لا رونيسونس. الوغ لا ماجوريتي دي زيكريفان دو 18ايام سيكل بارل دو سيت بيريود كوم اون بيريود اوبسكور. دونك الاغلبيه ديال الكتاب ديال هاد لو سيكل هضروا بلا على هاد لا بيريود بحال شي بيريود اللي هي مظلمه. كان عندنا بالمظلمة يعني فيها غير الحروف، فيها الحوايج اللي هما خايبين، الحوايج اللي كاينين غير في لوبسكوريتي، يعني ما كاينش شي حاجه زوينه في هاد لا بيريود. زي كريفان دو 19 سيكل ils ont lu après qu'ils ont lu l'histoire de l'Occident, elles ont constaté qu'il est une période contient des bons éléments. Alors العكس ديال لي زيكريفان ديال 19 سيكل، من بعد منين قراو وعاودوا رجعوا قراو التاريخ ديال الغرب، شافوا بلا ان هاد لا بيريود هادي كتحتاج، بالعكس كتحتاج اننا نشوفوا فيها ونقراوها ونجبدوا الحوايج الزوينين اللي كانوا فيها. لي بارمي هاد الحوايج كوم لا ترانزيسيون دو لار رومان ا لار غوتيك سورتو او نيفو
de l'architecture. هو داك التحول او لا والانتقال ديال الفن الروماني الى الفن القوطي خصوصا في النيفو ديال الاركتيكتور. Alors, le Moyen Âge est une mal définie dans le temps. Donc, le Moyen Âge, on le voit que les historiens ont précisé la date du début ou la date de la fin. Donc, est mal définie dans le temps. Ces dates de début et de fin sont arbitraires. زعما عطي باطيين كل واحد كيعطي لا دات اللي كتجي مناسبه لشي احداث معينه. Alors, il commence au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain. يعني بدات مع la chute ديال الامبراطوريه الرومانيه. Et il se termine au 15e siècle avec l'essor de la Renaissance italienne. كيف ما قلت قبيله ان لو مويان اج ما بين العصر ديال لانتيكيتي اي ابري غادي تجي من موراه لا رينيسانس او لاباريسيون دي ناسيون مودرن لا ديكوفيرت دو لاميريك بار كريستوف كولومب ان 1492. يعني كيقول لك بلي من بعد غادي تجي لا رينيسانس فين كان الظهور ديال الدول المتحضره واكتشاف ديال امريكا من طرف كريستوف وبزاف ديال الحوايج اللي هي مزيانه. Alors, cette période est subdivisée à trois parties. نقسمت لنا هاد لا بيريود à trois parties. Première partie اللي هي le haut moyen âge. Deuxième partie اللي هي le moyen âge central, on peut nommer واحد كلاسيك او afin moyen âge tardif. وعلى فان اقترحت انني ندير لكم واحد بحال تلخيص ديال لي كاركتيرستيك ديال هاد لا بيريود. alors كاين اكسبانسيون دو كريستيانيزم وتوسع ديال المسيحيه, سيرفيفونس دو لامبير بيزانتين هي البقاء ديال هاد الامبراطوريه البيزنطيه, اكسبانسيون دو الاسلام غادي من بعد تشوفوا كيفاش كيتوسع لينا هاد الاسلام, دي بوبولاسيون اي دي زوربانيزاسيون اللي هي قلة السكان والتحضر, كرياسيون دو لومبير فران اي سون ديكلان سو لي بريسيون اكستيريور لي من ضمنها فايكينغ سارازين اي انغواز هما الهنغاريين. الوغ هادو هما سيغتان كاركتيرستيك ديال هاد لا بيريود مويان اج. هاد لا فيديو كان بحال مدخل كنعرف به على لو كونسيبت على لستوريسيتي ديال المويان اج ليش كتنقسم, شفنا تخوا بارتي شنو هما لي زيفينمون لي دازت منهم لي كاركتيرستيك. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وتفيدكم. بالنسبه لا فيديو بروشين غادي يكون ان شاء الله بور لا بروميي بارتي اللي هي لو هو مويان اج. قبل ما نسالي الفيديو بغيت نقول لكم ما تنساوش باش تدعموني ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش اي حاجه حطيتها توصلكم في الوقت, وتضغطوا على زر لايك, وبيان سور ما تنساوش لي